احنا بدأنا الأول المرة اللي فاتت المفروض كنا اتكلمنا على السيميليشن بروسيس ستابس، واتفقنا ان لما يكون دلوقتي احنا عندنا بروجكت او مشكلة ما محتاجين نعملها سيميليشن. فعلشان نقدر نعمل سيميليشن بشكل سليم في فلوت شارت اللي هي واضحة قدامنا ديت، لازم امشي بالخطوات ديت بالترتيب، وكل خطوة من دول نبقى فاهمين بالظبط ايه اللي بتتضمنه وايه المفروض تنفذه جوه كل خطوه من الخطوات دي، بحيث ان انا عايز اوصل في الاخر اني اعمل اناليسز في الفلوت شارت يطلع لي اناليسز ده حاجه كويسه، واوصل لمرحله الدوكيومنتيشن اند ريبورتنج، وتبقى دي مرحله الامبلمنتيشن او مرحله التوظيف بتاعت البرنامج اللي انا عامله او السيستم اللي انا عامله اللي كنت عايز اعمله سيميليشن، خلاص اقدر انزله السوق او اقدر اديه للراجل اللي طالبه مني. تمام، اتكلمنا على البروبلم فورميليشن وقلنا كل التفاصيل بتاعتها، والناس تاخد بالها ان انا هنا لما جيت شرحت انا في حاجات قلتها زياده مش موجوده في الهاند اوت، وممكن تلاقي حاجات في الهاند اوت في كل ايتم من الايتمز دي رغي او شارح النقطه بالتفصيل زياده عن اللزوم. انا هكون عملت لها سمرايز شويه، ف الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت يعني اتمنى ان حضراتكم تراجعوه تاني وتمسك كده الهاند اوتس الاثنين كده تبقى ماشي ان بارلل، بحيث انك تشوف ايه النقطه اللي انا اتكلمت عليها وتبدا تهايلايت او تعلم الحاجات المهمه فيها، ولو انا قلت حاجه ما كانتش موجوده هتبدا تضيفها، لان اي حاجه انا اللي بقولها انت دلوقتي مسؤول عنها قدامي. انا همتحنك واسالك بعد كده، لو كان في امتحانات اصلا همتحنك واسالك بناء على الكلام اللي انا بشرحه. احنا زي ما اتفقنا خالص في اول السنه الله يرحمها ايام ما كنا بنتقابل، ان الهاند اوت دي مجرد ملخصات، ده ملخص بس للكورس شكله عامل ازاي، او ملخص لل ايه المفروض تكون حضرتك عارفه وبتذاكره. انما انا بقى في الشرح نفسي بتاعه تلاقي في حاجات زياده بزودها او في حاجات بنقصها. طيب سريعا كده، احنا قلنا ان احنا بنبدا بالبروبلم فورميليشن، وقلنا ايه اللي بتتضمنه بالظبط، وبعد كده اتكلمنا على البروجكت بلاننج، واتفقنا ان حضرتك دلوقتي كواحد اسمه براكتيشنر، البراكتيشنر ده الراجل اللي بيعمل السيميليشن، بتبقى في الوضع بتاع البروجكت مانجر، كانك دلوقتي مدير مشروع، فلازم تبدا تنظم ايه اللي هيتم في المشروع بتاعك ده، المقصود بالمشروع ان هو السيميليشن بروجرام اللي عاوزين نطلعه في الاخر. تبدا تنظم حاجات معينه بحيث ان احنا نوصل للتارجت والتاسك بتاعتنا. ففي البروجكت بلاننج بتبدا تعمل حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها الورك بريك داون ستراكشر ال WBS، وحاجه اسمها ال LRC اللينير ريسبونسبيلتي شارت. حيث في ال W والورك بريك داون ستراكشر او WBS حضرتك دلوقتي بتيجي بتحدد مين اللي هيبقى انفولف في المشروع بتاعنا، او ايه الستبس بتاعتنا الاول، ايه المشروع بتاعي دوت هعمل فيه 1 2 3. قلت لك غالبا الورك بريك داون ستراكشر دي بتبقى عباره عن الفلوت شارت دي، يعني بعمل ليستنج ببدا احط فلوت شارت على هيئه جدول، اقول 1 2 3 ده اللي هيبدا يحصل جوه البروجكت بتاعي، وابدا بعد كده في اللينير ريسبونسبيلتي شارت احدد كل نقطه من الايتمز اللي انا كتبتها في ال WBS ديت مين الاشخاص اللي مسؤولين عنها في التيم بتاعي. ممكن يبقى انا البروجرام او السيميليشن اللي انا عامله دوت ابقى انا بس المسؤول فيه، فيبقى ساعتها في البروجكت بلاننج مش محتاج اعمل ال LRC ده، اذا كنت حضرتك بس اللي هتقوم بالمشروع ده او هتقوم بالبرنامج ده. ما هو اللينير ريسبونسبيلتي شارت دي بتحدد مين مسؤول عن ايه، فاذا ودي بتبقى شغاله في التيم ورك لما يكون في ناس كتير شغاله، انما لو حضرتك اللي هتعمل البروجكت لوحدك مش محتاج تعمل ال LRC، بس لازم تعمل الورك بريك داون ستراكشر بحيث ان انت تبقى مخطط لنفسك ومنظم نفسك ايه الخطوات اللي هعملها بالترتيب عشان اوصل في الاخر الى السيميليشن بروجرام بتاعي. و اتكلمنا بعد كده ايه المقصود بالسيستم ديفينيشن، مرحله الداتا كولكشن وتجميع البيانات. بعد كده اتكلمنا على الموديل ترانسليشن، وهو المقصود بيه ان احنا نبدا نحول البرنامج بتاعي الموديل بتاعي الى كود، ابدا ابرمج بقى واكتب البرنامج بتاعي او الحاجه اللي انا عايز اعمل لها سيميليشن احطها في هيئه الكود بتاعها. وقفنا عند الموديل ترانسليشن، ودي كانت اخر جزئيه. هنبدا النهارده نتكلم على الفيريفيكيشن، السؤالين الموجودين وحيدين في الفلوت شارت اللي هو هل في فيريفيكيشن، او هل الموديل ده فيريفايد، وهل الموديل ده فاليديتد. وعايزين نعرف ايه الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. نبدا اول حاجه بالخطوه السادسه في الفلوت شارت وهي الفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن المقصود بيها
ensuring that the model operates as intended. أو تعريف تاني building the model correctly. أو تعريف ثالث comparison of the conceptual model with the computer model. إيه المقصود هنا؟ الفيريفيكيشن دي أو مرحلة التدقيق الترجمة العربي بتاعتها إحنا عاوزين نتأكد إن الموديل بتاعنا المفروض إنه لما هشغله يشتغل زي ما أنا كنت عندي نية أو عندي هدف معين الموديل ده محتاجه إنه يحققه. بمعنى أدق عايزين نتأكد إن الموديل بتاعي أنا بنيته بشكل سليم. يعني إيه بنيت الموديل بتاعي بشكل سليم؟ حضرتك دلوقتي لما يبقى عندك مشكلة ما وتبدأ تعمل موديل وليكن ماتيماتيكال موديل نموذج رياضي، فبتبدأ تعمل مجموعة من المعادلات set of equations تبدأ تكتبها. الكلام ده كله طبعا ماسك ورقة وقلم وقاعد بتحل الموديل بتاعك أو المشكلة بتاعتك، فبتبدأ تحلل الموديل على إلى مجموعة من المعادلات الرياضية. طيب أول مرحلة في مرحلة، طبعا أنا بفترض إن أنت كتبت المعادلات أصلا بشكل سليم، يعني أنا بقى لو أنت بتكتب المعادلات أو بتستنتج الموديل بتاعك بشكل غلط دي مشكلة تانية، إنما هنفترض دلوقتي إن حضرتك استنتجت المعادلات الرياضية بشكل سليم وبدأت بقى عندك مجموعة من البارامترز ومجموعة من الفاريبلز. حضرتك بدأت تكتبهم مجموعة من البارامترز ومجموعة من الفاريبلز، حضرتك بدأت تكتبهم وتحط الفاليوز بتاعتها. هبدأ أدخل المفروض الكلام بتاعي دوت إلى البرنامج، فأنا محتاج دلوقتي أبدأ في مرحلة الترانسليشن اللي قلنا عليها قبل كده، إني بقى أحول المعادلات الرياضية والبارامترز بتاعتي دي إلى كودينج، أكتبها بطريقة البرنامج بيفهمها. أنا هنا محتاج أتأكد من كذا نقطة. أول حاجة أتأكد إن البارامترز والفاريبلز اللي أنا بدخلها دخلت القيم بتاعتها بشكل سليم. حضرتك دي مجرد انت بتبقى في مرحلة داتا انتري، فبتكتب سي مثلا ان x equal 0.3، اتأكد ان كتبت x بتساوي 0.3، ما كتبتش x بتساوي 3 بس كده. بال 0.3 البوينت اللي انا حنساها دي كده هتدي x 10 اضعاف قيم بتاعتها. اتأكد ان المعادلة لو انا مثلا 2x زائد y equal w، اتأكد ان انا كتبتها بنفس الصيغة دي. يبقى في المرحلة ديت الفيريفيكيشن أو التدقيق أتأكد إن المعادلات بتاعتي بتاعت الموديل اللي أنا عملتها ترانسليشن دخلتها على البرنامج بشكل سليم. الشكل السليم هنا هنقسمه لحتتين. الحتة الأولانية إنها المعادلات لما حصل لها ترانسليشن في الفيز اللي قبل كده ابتدت تترجم بلغة البرنامج بالسينتاكس بتاعت البرنامج. كل برنامج ليه طريقة معينة في الكود، في سينتكس معينة، أوامر معينة بتستخدم، فتأكد إن أنا كتبت بالسينتكس بتاعة البرنامج. ده رقم واحد. رقم اتنين أتأكد كمان إن الداتا اللي حضرتك قصادك دخلت بشكل سليم، يعني غير السينتكس إن المعادلة كتبت مظبوط، مش ناقصة رقم، مش زايدة رقم، ما فيهاش علامة زيادة، ما فيهاش علامة ناقصة. الأكتيفيتيز بتاعتنا في الـ verification step أو في الـ verification phase، أول حاجة make sure the model is written in right programming code and language. يعني حضرتك نتأكد ان احنا كتبنا الموديل بتاعنا باللغة السليمة بتاعة البرنامج اللي بتستخدمه. حضرتك بتبرمج بالماتلاب، فالماتلاب ليه طرق معينة، فتأكد ان انا اشتغلت بالطرق السليمة بتاعته. حضرتك بتبرمج شغال بالارينا، في الارينا ليها اسلوب تاني، تكنيك تاني، اتأكد ان انا شغال باللغة بتاعة البرنامج ده. دي اول حاجة. المرحلة التانية في الفيريفيكيشن او الاكتيفيتي التانية اللي احنا محتاجين نركز جدا في السينتكس. السينتكس هنا هوت او البي اوير اوف بروجرامينج سينتكس اقدر اقول لك عليه ان دي ديباجنج. واغلب السوفت وير النهارده بقى الديباجنج دي بقى ايه، في ديباجنج تول موجوده جواها، بحيث ان انا بعد لما بخلص البرنامج بتاعي بعمل الديباران الديباجنج ده، يبدا يقول لي لو اللاين ده او السطر ده او البلوك ده في مشكله، فيقول لي يا اما يديني اليرت عليها، يقول لي البلوك ده فيه مشكله او السطر ده فيه مشكله. وكمان بقت السوفت وير متقدمه انها تبدا تقول لك ايه المشكله بالظبط، الغلطه في ايه، انهي حته في الكود، في سيمي كولون ناقصه، علامه الايكوال ما بتتكتبش بالشكل دوت، بتتكتب بشكل تانية، الفانكشن دي التعريف بتاعها مش مظبوط.
فالديباجنج النهارده اللي هو عايزين نبدا نتاكد ان البرنامج بتاعنا مكتوب بالسنتكس السليم، وده بقى اوبشن موجود. يعني كان زمان يمكن كان الموضوع صعب شويه ان الديباجنج ده بيتعمل مانيوالي، كانت في سوفت وير ما بتقوليش المشكله فين، تيجي ترن او تخش على المرحله اللي بعد كده اللي هي الفاليديشن فتلاقي في مشكله في البرنامج. طب المشكله دي جت منين؟ محتاج ان انا اقعد اقرا البرنامج سطر سطر وابدا احلله. طبعا الموضوع ده خلاص انقرض تقريبا، يعني بعض البروجرامنج تولز بس المتخلفه القديمه اللي الناس لسه محافظه عليها هي اللي فيها المشكله دي، انما اغلب البروجرامنج تولز النهارده لا، بقى الديباجنج دي موجوده جوه اوبشن، موجوده جوه السوفت وير. الاكتيفيتي الثالثه عايزين نتاكد ان الموديل بارامتر والفاريبل ابتدت تتعرف بالطريقه السليمه بتاعتهم اكوردنج للترانسليشن اللي انا عملته قبل كده. اخر حاجه ان غالبا الفيريفيكيشن ديت بتبقى حاجه اسمها دبل مان اساين جوب. يعني ايه معنى ايه الكلام ده؟ ان حضرتك في اتنين محتاجين يعملوا موضوع الفيريفيكيشن دوت، واحد بيبدا مثلا بيقرا من على السكرين بتاعت الكمبيوتر، والتاني معاه الموديل نفسه يبدا يتاكد ان البارامترز دخلت بشكل سليم. واول لما دوت يخلصوا بنعكس الفردين دول، اللي كان بيقرا هو اللي يبدا يحط عينه على شاشه الكمبيوتر، واللي كان ماسك الورق او ماسك الموديل نفسه هو اللي بيعكس معاه، بحيث ان انا لو انت حضرتك اللي بتقرا وانا بسمعك وببص على الشاشه ممكن حاجه تسقط مني واقول لك اه اوكي اللاين دوت سليم او المعادله دي سليمه، فانا محتاج حضرتك دلوقتي انت كمان نعكس مع بعض، بحيث ان لو حد فينا سرح او وقعت من نقطه التاني احتماليه انه يركز شويه هتبقى اعلى وانه يكاتش الايرور دوت او المشكله دي. دكتور معلش ممكن ديباجنج تاني؟ الايه؟ ديباجنج تاني. معنى كلمة ديباجنج؟ الديباجنج دي المقصود بيها ان حضرتك بيبقى احيانا الكود السنتكس بتاعته او اللغه بتاعته كده فيها غلط. يعني كمثال مثلا، يعني لو انت بتعمل موديل او بتعمل برنامج باستخدام السي بلس بلس او السي شارب، اي حاجه من منتجات بتاعه السي، لغه السي، السي لانجويج ما فيهاش مثلا كلمه كوساين، ساين وكوساين وتان والحاجات دي كلها ما يعرفهاش، او كتبت له فانكشن كوساين مش هيفهمها، يعني سي او اس او اس اي ان اللي هي الساين دي ما يفهمش ايه دي. فانت وارد تبقى وانت بتبرمج عندك محتاج في معادله فيها ساين 45 فكتبتها ساين 45، فالسنتكس دلوقتي او اللغه بتاعه البرنامج هو مش فاهم الساين دي، فنوت في ايرور هيظهر، يبقى البرنامج مش هيشتغل بشكل سليم، يا اما البرنامج هيقف خالص مش هيران اصلا، يا اما البرنامج في بعض البرامج الثانيه لو في سنتكس او لغه مكتوبه غلط البرنامج اوتوماتيك بيلغي اللاين ده ويكمل على اللاين اللي بعديه. طب انا لو لغيت اللاين اللي فيه الايكويشن بتاعت الساين بقى الموديل بتاعي اللي انا دخلته على الكمبيوتر مش كامل دلوقتي، في مشكله. فانا محتاج ايه بقى في الديباجنج؟ ان انا ابدا اتاكد اني كاتب اللغه السليمه. طيب الساين ما بتتكتبش بالشكل ده، انا عشان اعمل الساين في السي لانجوج مثلا محتاج اعرف ايه هي الساين اصلا، فمحتاج اكتب فانكشن اسمها ساين واقول له الساين دي بتشتغل ازاي، بتحسب ايه. هو ده مثلا كلمه الديباجنج. او مثلا حضرتك بتكتب برنامج فالمفروض نهايه اللاين يبقى فيه سيمي كولون، هو طريقه البرمجه بتاعه اللغه دي كده، ان في نهايه كل لاين تحط سيمي كولون، ده كده اللاين ده خلص خلاص. انت جيت لاين نسيت السيمي كولون ما حطيتهاش، فبرضه من ضمن الديباجنج نكتشف السنتكس ده ان في غلطه لغويه في لغه البرنامج المفروض كانت تبقى موجوده نوعت سيمي كولون. ده المقصود بكلمه ديباجنج. تمام تمام. طيب المرحلة اللي بعد كده الفاليديشن. الفاليديشن يا حضرات المقصود بيها ان هي البروسيس اوف انشورينج ذات ذا موديل ريبريزنتس رياليتي ات سيرتن كونفيدنس ليفل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا عاوزين نتاكد ان الموديل بتاعي دوت صالح دلوقتي، والصلاحية بتاعته صالح بدرجة معينة. كلمة ايه صالح بدرجة معينة؟ ان هل دلوقتي البرنامج بتاعي اللي حضرتك كتبته دوت او اللي حضرتك عملته هل ثانية واحدة، هل البرنامج اللي انا عملته ده دلوقتي اقدر اعتمد عليه بنسبة كام؟ الريليابيليتي بتاعته بقد ايه؟ البرنامج اللي انا عملته ده دلوقتي وهيبدا حد غيري هيستخدمه
المفروض انه بيتوقع، بيديني بريدكشن، بيتوقع بشكل معين. التوقع ده المفروض درجة الإجادة في كام؟ هل البرنامج ده بيتوقع بنسبة 90% صح؟ بنسبة 95% صح؟ علشان أعرف الكلام دوت وأقيم البرنامج ده لازم أمر مرحلة الفاليديشن. في مرحلة الفاليديشن بيبقى عندي مجموعة من الإكسبرمنتس، مجموعة من التجارب أنا عملتها، والتجارب ديت أنا عارف التجربة دي النتيجة بتاعتها إيه. كمثال مثلا لو احنا بنعمل برنامج بيقيس السيرفس رافنس على المخرطه، فاحنا اتفقنا ان البارامتر اللي بتحكم فيها هي سرعه الدوران مع عمق القاطع مع التغذيه. عندي ثلاثة بارامترز بتحكم فيهم، بناء عليهم هيطلع لي جوده سطح معينه، سيرفس رافنس او سيرفس فينش بقيمه معينه. انا عايز اعمل برنامج يقول لي لو انا اديت الثلاثه سرعه قطع كذا وعمق قطع كذا وتغذيه كذا المفروض السطح يطلع كام. انا عايز برنامج يبريدكت ويعمل الكلام ده. فعلشان اعمل البرنامج دوت هبدا اعمل مجموعه من التجارب حقيقيه على المخرطه بتاعتي، واخد الداتا دي يعني ادي عمق قطع بتغذيه بسرعه دوران، واللي يطلع العينه دي اروح جاي قايس السيرفس رافنس بتاعها، فبقى عرفت الثلاثه بارامترز دول طلعوا لي سيرفس رافنس كام، واعمل تجربه ثانيه واعمل تجربه ثالثه حسب بقى الامكانيات المتاحه بالنسبه لي، حسب الفلوس اللي معايا، الفند اللي موجود للمشروع دوت، حسب اهميه المشروع دوت بحدد عدد التجارب. ممكن حد يعمل 20 تجربه، 100 تجربه، 300 تجربه، 500 تجربه. طبعا كل عدد التجارب ده ما يزيد معناه فلوس اكتر، ومعناه ان البرنامج دوت هيبقى ادق، ان التجارب الكتيره دي لما ابدا ابرمج بيها ايا كانت بقى لغه البرمجه بتاعتي، الداتابيز اللي بكونها بتبقى داتابيز كبيره، فلما يبدا يتوقع اي فاليو يعمل اتريشن ويحسب اي فاليو ثانيه هيبقى البرنامج بتاع الدقه بتاعته عاليه. طيب انا عملت مجموعه تجارب وليكن مثلا 50 تجربه، هم دول اللي هبرمج بيهم البرنامج بتاعي والشغل بتاعي. بعمل جنب ال 50 تجربه على جنب مجموعه من التجارب الثانيه ما بستخدمهاش في الكودينج في البرمجه، وليكن مثلا 5 تجارب او 10 تجارب، سرعات قطع مختلفة مع عمق قطع مع تغذية، وقيس السيرفس رافنس بتاعهم قد ايه، وليكن زي 10 تجارب واركنهم كده على جنب. بعد كده في مرحلة الفاليديشن ابدا البرنامج بتاعي اديله الداتا بتاعت التجارب دي، اقول له عمق قطع كذا بسرعة دوران كذا مع تغذية كذا المفروض السيرفس رافنس يطلع كام، فالبرنامج هيحسب ويدي لك قيمة. انا الارقام دي انا عملتها فعلا كتجربه اللي انا كنت مخبيها على جنب. ابدا اقارن بقى الوضع الحالي بالنتيجه اللي طلعت من البرنامج، فلو لقيت النسبه قريبه يبقى البرنامج بتاعي اوكي. طيب هل اعمل فاليديشن بتجربه واحده؟ لا طبعا، محتاج اعمل اكتر من تجربه باكتر من قيمه. والمرحله دي كلها بتيجي في ستيب تانية خالص بس احنا مش هنتكلم عنها، اللي هي الديزاين اوف اكسبيرمنت، تصميم التجارب نفسه. ايه هو الرينج اللي استخدمه في التوظيف الكودينج في الامبلمنتيشن بتاع الكودينج، وايه هي الرينج التاني اللي اعمل بيه فاليديشن. دي مرحله تصميم التجارب ودي احنا مش هنتكلم عنها في الكورس بتاعنا، دي مش من نقط محور الاهتمام بتاعنا. انما هبدا في مرحله الفاليديتي اقيس بقى النتائج الحقيقيه اللي انا نفذتها بالسيرفس رافنس اللي انا عارفه، واشوف البرنامج هيقول لي ايه، وابدا اقارن بقى في الاناليسيس الخطوه اللي جايه اللي بعد كده عشان ابدا احدد مستوى الكريديبيليتي او مستوى الاعتماديه بتاعت البرنامج بتاعي ده قد ايه. الفاليديشن لو احنا رجعنا خالص، انا عايز ارجع لاول سلايد، لو احنا رجعنا خالص هنا كده، لما نيجي على السؤال بتاع الفاليديشن، لو البرنامج فاليديتد فانا ببروسيد او بكمل في الستيب بعد كده اللي هي الاناليسيس. يعني لو البرنامج الفاليديشن بتاعه طلع اوكي بعدي على الخطوه اللي بعدها. لو طلع الفاليديشن فيه مشكله، يعني النتائج ما طلعتش زي ما انا متوقع، وده بيحصل بنسبه 95% من البرامج، يعني صعب قوي ان واحد يبيلد بروجرام ومن اول مره كده يبقى البرنامج فاليديتد، البرنامج دوت صالح، صعب. لا دايما بيحصل بتطلع نتيجه مش النتيجه اللي انا متوقعها. بس في الحاله دي في الفاليديشن لو كانت المشكله عندي ان ما يطلعش برنامج فاليديتد او الارقام اللي بيحسبها بعيده عن الواقع، ببدا ارجع تاني من اول مرحله السيستم ديفينيشن. يبقى انا في تعريفي للسيستم ممكن يبقى عندي مشكله، في مرحله تجميع البيانات ممكن تبقى عندي مشكله، في الموديل ترانسليشن ممكن تبقى عندي مشكله،
في الفيريفيكيشن ممكن كانت في مشكله وعدت وانا ما خدتش بالي منها، فبرجع تاني من اول السيستم ديفينيشن. تمام. فمرحله الفاليديشن المميزات بتاعتها غير انها بتديني الكريديبيليتي او بتعرفني البرنامج بتاعي دوت صالح بنسبه قد ايه، بتساعدني كمان ان انا بتاكد ان الاسامبشنز الفرضيات اللي انا حطيتها اول حاجه انها كوريكت، اتاكد ان الاسامبشنز بتاعتي سليمه، لان لو ما لقيتش لو جربت اشوف برنامج فاليد ولا مش فاليد وما طلعش فاليد، فلما برجع فوق خالص على السيستم ديفينيشن في تعريفي للسيستم وببدا اني احط مجموعه من الاسامبشنز مجموعه من الافتراضات، فاتاكد ان الافتراضات دي سليمه. جايز اكون انا فرضت ان حاجه معينه ثابته وهي في الواقع مش ثابته، دي بتتغير، فالتغيير بتاعها دوت لازم يتاخد في الحسبان في البرنامج بتاعي، لان بناء عليه هيبدا يحسب بشكل سليم. او حاجه انا حاططها بتتغير لكن التغيير بتاعها نيجليجبل مش مهم قوي، فاقدر افرضها ككونستنت كثابت بحيث ان البرنامج بتاعي يبقى اسرع في الرن. فمرحله الفاليديشن بتتاكد اولا ان الموديل بتاعي كوريكت، ان الموديل بتاعي كومبليت كامل مفيش فيه حاجه ناقصه، وان الموديل بتاعي كونسيستنت، ان الموديل بتاعي اقدر اعتمد عليه بشكل سليم. مرحله الفاليديشن، في الفاليديشن بروسيس في بعض الميستيكن اسامبشنز ببدا اكتشفها واصلحها. دكتور لو سمحت اتفضل. خلاص ده حضرتك هتتكلم فيها وخلاص. طيب ببدا اتاكد ان في بعض الاسامبشنز كانت محطوطه بشكل غلط فابدا اصلحها، ده اللي احنا لسه قلناه لما بقول انا عاوز اتاكد الاسامبشن بتاعتي سليمه. في مجموعه من نيو اسامبشنز غالبا بتضاف للموديل بتاعي، في فرضيات ببقى انا ما خدتش بالي منها اصلا. ما خد بالك انت عشان ترجع بقى للسيستم ديفينيشن تعرف السيستم بتاعك من اول وجديد، فانت هتعرفه ازاي؟ يعني هتدرس السيستم تاني، فدراستك للسيستم اكيد مش هتطلع بنفس النتيجه اللي كنت طلعت بيها من اول ران خالص عملتها. لا، ده انا هكتشف ان في بارامتر ما خدتش بالي منه، في فيريبل ما خدتش بالي منه، في عامل معين او اوبريتور شغال على المكنه بيغلط غلطه تكراريه بشكل ما ما خدتش بالي منها وانا بجمع البيانات في اول مره، فابدا اخد بالي ان مجموعه فرضيات جديده محتاج اضيفها للموديل. بعد كده في بعض level of detail issues are resolved، ممكن نبقى احنا حاطين assumptions زياده وفرضيات كتيره عامله لي details وكل data collection كتيره، وبالتالي دي بتعمل لي conflict في الحسابات، وده بيحصل كتير. خد بالك انا بكلمك على models معقده بشكل ما. المودلز المعقده هنا المقصود بيها ايه؟ مش two equations of two unknowns بنحلهم، لا، ده احنا عندنا معادلات كتيره جدا بتتحل سيمولتينيوس مع بعض، كلها بشكل مع بعض مره واحده. ممكن يبقى عندك 10 معادلات، 15، 20، 30، كل ما عدد المعادلات ما بيزيد كل ما بيبقى الموضوع مور كومبليكيتد، بيكون معقد اكتر. فبالتالي انا ببقى محتاج اني عايز اتاكد ان مجموعه التفاصيل اللي انا واخدها في الحسبان ديت ممكن تبقى انا حاطط داتا بالزياده بتطول لي الحسابات او عامله لي كونفليكت، عامله لي تعارض، ابدا احلها في مرحله الفاليديشن. في الاكتيفيتيز عندنا او الحاجات اللي بتمر بالفاليديشن في حاجه اسمها بلاك بوكس تيستينج وايت بوكس تيستينج. المقصود بالبلاك بوكس تيستينج اللي احنا بنقيس الفانكشن او الوظيفه بتاعت البرنامج بتاعتي، اتاكد ان البرنامج بتاعي دوت شغال فانكشنالي كوظيفيا بشكل سليم. الوايت بوكس تيستينج اتاكد ان الاستراكشر بتاع البرنامج بتاعي بيحسب بشكل سليم، ودي ريليتد شويه للموديل ترانسليشن. والنون فانكشنال تيستينج ده لو انا عندي في حاجات مش ما اقدرش اعتبرها بلاك بوكس او وايت بوكس، في بارامترز معينه محتاج نقيسها ونتاكد ان البرنامج بيحسبها بشكل سليم بس ما تتصنفش هنا او هنا. الناس اللي شغاله بروجرامنج اكتر هم بيبقوا كونسيرند او فاهمين البلاك بوكس بالتفصيل والوايت بوكس، بلاك بوكس تيستينج والوايت بوكس تيستينج، الناس بتاعت البروجرامنج. احنا بالنسبه لنا كناس بتوع ميكانيكا شويه لا، الموضوع دوت ما الديتيلز بتاعته ما تهمنيش، انا يهمني بس تبقى عارف كعناوين الفرق ما بين البلاك بوكس او ان في حاجه اسمها بلاك بوكس تيستينج وحاجه اسمها وايت بوكس تيستينج ونون فانكشنال تيستينج. طيب
عايز اعمل بقى دلوقتي مقارنه، لان الفاليديشن ممكن حد يبقى فاكر انها هي الفيريفيكيشن او العكس، فهنعمل مقارنه كده بسيطه ما بينهم. فبنقول لك ان الفيريفيكيشن هي اللي بتسال سؤال ام اي بيلت ذا موديل رايت، هل انا كتبت الموديل بشكل سليم. اما الفاليديشن ام اي بيلت ذا رايت موديل، هل انا عملت الموديل الصح، لان ممكن يبقى البرنامج بتاعي فيريفايد سليم انما الحسابات بتاعته مش دي اللي انا محتاجها، مش هو ده النتيجه اللي انا عايزها اصلا. يبقى انا دلوقتي عملت قست بارامترز معينه وشفت حاجه معينه، تعال على برنامج المخرطه اللي لسه قلناه من شويه، حضرتك عايز تقيس السيرفس رافنس، ففي الفيريفيكيشن انت شغال سليم. لما جيت للراجل صاحب المصنع او صاحب المكنه او اللي عنده مشكله، قلت له انا عامل لك برنامج بقى بيقيس السيرفس رافنس، ممكن يقول لك انا مش عايز اصلا اعرف السيرفس رافنس، انا كان يهمني اعرف التول لايف قد ايه او عمر التول قد ايه، او التول لايف العده نفسها بتتاكل مع الوقت، الاهلاك بتاعها ايه تاثيره على السيرفس رافنس. يبقى انت عامل برنامج بيقيس السيرفس رافنس وكنا متفقين عليه في الاول، وانت بقى بتقول له ان سرعه القطع مع التغذيه مع عمق القطع هيطلع لي سيرفس رافنس معين، يقول لك بس مش ده اللي انا كنت عايزه. لا، ده انا كنت عايز البرنامج دوت يقيس التول وير اللي هيحصل على الكاتنج ايدج بتاعها هيأثر لي ازاي على السيرفس رافنس. فده السؤال بتاع الفاليديشن. كديفينيشنز بقى نيجي نبص للجدول، وده سؤال كتير حتى انا بساله، قول لي ايه الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. فانا ببقى محتاج انك تعمل لي حاجه زي كده، والجدول ده مش هتلاقوه على فكره في موجود في الهاند اوتس اللي معايا. كديفينيشن في الفيريفيكيشن مقصود بيها تيستينج اوف موديل، نعمل تيست للموديل to prove that it operates as intended، عشان اتاكد ان البرنامج بيشتغل زي ما انا عايز زي ما انا مخطط، يعني بيشتغل بشكل سليم. اما الفاليديشن انشورينج ذا موديل ريبريزنتس رياليتي ات سيرتن كونفيدنس ليفل، اتاكد ان البرنامج بتاعي بيمثل الواقع، بيدي نتائج للواقع للحياه الحقيقيه، ما بيديش نتائج حسابات زباله مش ده اللي انا عايزه اصلا. في الفيريفيكيشن دي عباره عن هيومن بيزد تشيكينج اوف موديل، يعني ده بيبقى مرحله الفيريفيكيشن دي اللي بيقوم بيها دايما بني ادمين. اما في الفاليديشن دي بتبقى كمبيوتر بيزد اكسكيوشن اوف ذا موديل، يعني نبدا نران البرنامج ونبدا نشوف النتيجه بتاعته. ففي الفيريفيكيشن دي هيومن بيزد، اما في الفاليديشن دي كمبيوتر بيزد. في الفيريفيكيشن البروسيس بتاعتنا انشورينج وي ار ديفلوبينج ذا موديل اكوردنج تو سبيسيفيكيشنز، احنا محتاجين نتاكد ان احنا بنينا الموديل بتاعي حسب المواصفات اللي انا حاططها، البيانات الاسامبشنز كل الكلام ده دخل بشكل سليم. اما في الفاليديشن تيستينج اند فاليديتنج ذا موديل تو انشور وي هاف ديفلوبد ات كوركتلي، عشان اتاكد ان البرنامج بتاعي بيطلع النتيجه بشكل سليم. الاكتيفيتيز في الفيريفيكيشن زي ما احنا قلنا عشان نتاكد من السينتاكس وعلشان نتاكد من الديباجنج وكل الكلام ده، فنقدر نلخصهم في ثلاث نقط، ان احنا بنعمل ريفيوز، بنعمل ووك ثرو، بنعمل ديسك تشيكينج، ودي كلها بتبقى حاجات عن طريق هيومن بني ادمين اللي بيعملوا الكلام ده. في الفاليديشن في حاجه اسمها البلاك بوكس تيستينج، الوايت بوكس تيستينج، والنون فانكشنال تيستينج. في الفيريفيكيشن احنا بنجاوب على سؤال ام اي بيلدينج ذا موديل رايت، في الفاليديشن بنجاوب على سؤال ام اي بيلدينج ذا رايت موديل. انواع المشاكل او الاخطاء الفيريفيكيشن بيكتشفها، تقدر الفيريفيكيشن كان كاتش ايرورز ذات فاليديشن كانت كاتش، لان مرحله الفيريفيكيشن زي ما قلت لك كده في بعض البرامج لو في ايرور في لاين معين بيعمل سكيب لللاين ده ما بيقراهوش، فبالتالي لما يعمل سكيب اجي بعد كده في الفاليديشن هكتشف ان في حسابات غلط، في مشكله الفيريفيكيشن عداها، ان كانت في غلطه في السندكس والبرنامج عداها ما خدتش باله منها. والعكس في الفاليديشن، ان كان كاتش ايرورز ذات فيريفيكيشن كان نوت كاتش، لان نوت الفاليديشن ممكن يبقى البرنامج حسابيا سليم والداتا اللي فيه سليمه، انما كانت في مشكله اصلا في الداتا كولكشن في تجميع البيانات كانت فيها مشكله، الفاليديشن هو بقى اللي يظهرها لنا لما نلاقي النتيجه مش مقاربه للواقع اللي انا بتوقعه واللي انا عايزه. النقطه الثامنه في الفلوت شارت الاناليسز التحليل. The output data are used to construct numerical estimates
of the desired measured of performance for each system configuration of interest. حضرتك دلوقتي بتبدأ تطلع الداتا من البرنامج بتاعك. طلع داتا. الداتا دي محتاجين نبدأ نحللها. أنا الراجل اللي احنا اتفقنا قبل كده ان من عيوب السيميوليشن او الديس ادفانتج بتاعتها انها بتانفولف ستاتستيكال اناليسز او ستاتستيكال ريبورتس. يمكن ما اعرفش انتوا لحقتوا شفتوا في الارينا ولا لا، لو انتوا اشتغلتوا عليه بس هتلاقي الارينا بيدي لك ريبورت في الاخر، تقرير. لا ما اشتغلتش للاسف. هو بيدي تقرير بس هتلاقوا. لا المهندس ابراهيم ومهندس امير عاملين لكم فيديوهات المفروض على اليوتيوب، ومحتاجين تبصوا على الكلام ده يا جماعه. يعني احنا عايزين نحاول ايه نعدي بالدنيا، نعدي بالكورس في الظروف اللي احنا فيها. فبعد اذنكم نبص في الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب، نشوف البرنامج بيشتغل ازاي، والبرنامج موجود وبيقول لكم تنزلوه ازاي، ولو عايز الكراك تعمله ازاي، بحيث ان كلنا نبقى عندنا البرنامج وبنشتغل عليه. فالنتيجه بتاعت الارينا في الاخر انها بتبدا تدي لك على هيئه احصاءات او على هيئه نتائج. النتائج بتاعتي ديت الاحصائيه محتاج افهمها، محتاج احللها. فالتحليل هنا دي المرحله اللي احنا بنتكلم عليها في الفلوت شارت، ان الداتا دي الريبورت اللي طالع اللي مليان بقى الديستريبيوشن شكله عامل ازاي، والافريج ايه، والماكسيمم ايه، والمينيمم ايه. كل الارقام دي لما تيجي تدي الريبورت دوت للراجل الديسيشن ميكر مش هيفهم الكلام ده. فانا محتاج ابدا اعمل له ديمونستريشن او اعمل له ديمو، افهمه بقى الارقام دي ماذا تعني، على هيئه بقى اعمل له انيميشن، اعمل له جراف، اعمل له ريبرزنتيشن باوربوينت. بس التحليل دوت انا بقرا الريبورت وابدا افهم الارقام بتاعته بتعني ايه، وابدا اشرح للراجل. فعلشان كده بيبقى بنيجي في مرحله الاناليسيس دوت. بالنسبه لك انت في حاجتين مهمين جدا عشان تقدر تحتاج تحددهم، او محتاج يكون دولت الاوبجكتيفز بتوعك في تحليلك للاوتبوت داتا، البيانات الخارجه. اول حاجه determining الابسولوت performance of certain system configuration. يعني محتاجين دلوقتي نشوف بقى الاداء، بقى نقيم الاداء بتاع الكونفيجريشن بتاع السيستم ده شكله عامل ازاي، وكتقييم الاول كايفالويشن. ومحتاجين نبدا نكومبير الالترناتيف سيستم كونفيجريشن، نبدا بقى ان هو نغير بارامترز معينه. انا الانتاجيه بتاعت خط الانتاج مش شغاله بالريت اللي انا عايزه، طب ابدا اغير في البرنامج، احط مكنه قبل مكنه، اغير المكنه ديت، اخلي الانتاجيه بتاعتها اقل، اخلي الانتاجيه بتاعتها اعلى، اعمل ورك ستيشنز زي ما اخذنا في المسائل بتاعت الاسمبلي لاين بالانسنج. اعمل ورك ستيشنز وكل ورك ستيشن اساين تاسك معينه ليها، فبناء عليه ابدا اشوف النتيجه ايه اللي هيحصل، الثروبوت او الانتاجيه هيكون شكلها عامل ازاي. ابدا اعمل بدايل مختلفه على السيستم اللي انا عامله، على الموديل اللي انا عامله، والنتائج ديت ابدا اشوف ايه المردود بتاعها على السيستم. والمردود ده ارجع للنقطه الاولانيه اللي هي determining الابسوليوت بيرفورمانس. ابدا اقيس البيرفورمانس شكله عامل ازاي على الكونفيجريشن الجديد ده، على البديل الجديد ده، بحيث ان انا بدي في اخر الراجل اديله بقى ريبورت، او اديله جراف، او اديله رسمه، او اديله اي حاجه تفصيليه بقى، مش محتاجين اديله بيانات احصائيه، بس بديله تفاصيل. بقول له ان الكونفيجريشن ده او تقسيمه السيستم بالوضع ده، انك تعمل له كونفيجر بالمنظر ده، ايه النتيجه بتاعته. طب عشان تعمل له كونفيجر بالمنظر ده هتكون ايه النتيجه بتاعته، ابدا اديله اكتر من بديل واقول له كل واحد من دولت ايه النتيجه بتاعته عامله ازاي. هو بقى اللي ياخد الديسيشن، هو الديسيشن ميكر، هو بقى اللي ياخد القرار انا اوكي في حاجه زي دي ولا لا. These estimates performance measure are then used to determine the efficiency of particular system. محتاجين طبعا بعد كده الميجرنج بيرفورمانس اللي احنا قسناها دي هي بقى اللي بتبدا تحدد لي مدى كفاءه السيستم. يبقى السيستم دوت كفاءته بالافشنسي بتاعته بقت كام في الميه، كام في الميه. زي مثلا في مسائل الاسمبلي لاين بالانسنج، لما كنا بنحسب خطوه كده الافشنسي، وصلنا الافشنسي كام. او زي المسائل بتاعه المانيوال سيميليشن، لما كنا بنحسب اليوتيلايزيشن الاشغال بتاع السيرفر قد ايه. السيرفر بقى دلوقتي بقى الاشغال بتاعه 75% بدل ما كان اشغاله 60، كان عندي واحد 40% من وقته بيلعب، لا ده انا خليت بس ربع وقته هو اللي بياخد فيه بريك ويهدى، وبقيه الوقت بتاعه زودت المعدل الانتاجيه بتاعته او الاشغاليه بتاعته شكلها قد ايه.
اخر مرحله عندنا او اخر ستيب خالص في الفلوت شارت الدوكيومنتيشن اند ريبورتنج. في الدوكيومنتيشن يا جماعه في عندنا اربع انواع اساسيه من الدوكيومنتس. في عندنا حاجه اسمها بروجريس دوكيومنتيشن، وفي حاجه اسمها اسامبشن دوكيومنتس، وبروجرام دوكيومنتيشن، وسمرايزنج ريبورتس. ايه الفرق ما بين الانواع المختلفه من التقارير او الدوكيومنتس اللي لازم تكون انفولفد في البروجكت بتاعك؟ تعالى كده هدي لك مثال. تخيل معايا في الايام الجميله اللي احنا كنا بنترحم عليها، ايام ما كنتوا بتبقوا مبسوطين في منتهى السعاده وانتوا بتصحوا بدري وتروحوا الكليه. وجي طبعا يا دكتور. اه طبعا ايام كانت ايام جميله. حضرتك رحت في معمل السي ان سي وفي تاسك معينه جات لك، التاسك ديت رسمه، نفذ لنا بعد اذنك البرنامج ده اساينمنت هناخده منك الاسبوع الجاي في نفس ميعاد السكشن او في نفس ميعاد المحاضره واتفر. حضرتك روحت مبسوط، الدنيا جميله، بدات تشتغل في البرنامج ده، بتعمل البرنامج بتاعك. طيب جه صاحبك الفاسد، كان في ماتش ان هو بالليل التشامبيونز ليج هيشتغل، فكلمك قال لك يلا يا عم ننزل نقعد على القهوه نتفرج على الماتش. يا عم استنى بس، ده انا بعمل البرنامج، احنا النهارده واخدنا الروتين وعايز انفذه، وانا دي لسه حاضر في ذهني، وده البرنامج اللي جاي لنا اساينمنت دوت في حته روتين فمحتاج انفذه. قال لك يا عم الدنيا حطير، لسه اسبوع. سمعت كلامه ونزلت معاه اتفرجت على الماتش والدنيا حلوه. جه تاني يوم اتسحلت في مشوار، بعديها بيوم مش عارف صاحبك محفظته اتسرقت، بتجري وراه بتدوره على المحفظه، وقاعد بقى مسؤول في قصص بتاعتكم الحلوه دي. جه وصلنا اليوم الاثنين، حد من زمايلك على جروب الدفعه راح جاي مفكرك، قال لك الحق ده احنا الاساينمنت هيتسلم بكره ابو درجتين ولا ابو 10 درجات ولا ايا كان. يا نهار ابيض، طب الحمد لله يا عم، ده انا كنت عامل حبه فيه. تفتح برنامج اللي انت كنت كاتبه، هتلاقي انت كاتب شويه لاينز، مجموعه من الاوامر. طيب هي اللاينز دي حضرتك انت وقفت فين دلوقتي؟ هل انت هتفتكر من اسبوع انا واقف دلوقتي عند اللاين اللي بينفذ امر ايه؟ دي حاجه تقريبا شبه مستحيله. ففي الحاله دي حضرتك محتاج تعمل ايه؟ محتاج تبدا كانك بالظبط هتبدا تبرمج من اول جديد. انك هتبدا تشوف الموديل ده عشان انفذه او البرنامج ده عشان انفذه محتاج انفذ اعمل فيسنج. يبقى الاوامر بتاعت الفيسنج هتبقى كذا، هي دي الحته دي بتاعت الفيسنج. طب محتاج دلوقتي اعمل كونتور، الكونتور هيبقى اكس بكذا وواي بكذا وجي مش عارف كام، يبقى اللاين ده هو ده بتاع الكونتور. فكانك بتعيد البرنامج تاني من اول وجديد. طبعا حاجه زي دي مجهود، انما البرنامج نفسه وكل البرامج تقريبا بتدلنا دايما اوبشن اللي احنا نضيف كومنت. كومنت ده بيبقى لاين في وسط البرنامج، البرنامج ما بينفذوش، وكل لغه بتقول لك طريقه اضافه الكومنت ده ازاي. في برنامج يقول لك حط لي علامه في الميه اللي هي البرسنتج قبل اي لاين، يبقى في الحاله دي انا هسكيب اللاين ده مش هنفذه. في برامج تانية يقول لك حط لي علامه 2 باك سلاش مش هنفذه. في برامج تانية يقول لك حط لي علامه الباك سلاش مع الاسترسك او النجمه ومش هنفذه. يبقى احنا عندنا كل لغه بتقول لك ايه الطريقه اللي عامل بيها كومنت. يبقى انا محتاج دلوقتي حضرتك وانت بتكتب البرنامج تبدا تضيف كومنتس، ان السكشن ده او الحته دي بتحسب كذا، السكشن ده او الحته دي بتحسب كذا، السكشن ده او القطعه دي بتحسب كذا. يبقى في وقت لما ارجع بعد كده للكود بتاعي انا بسهوله خلاص، ده اللي بيحسب كذا وخلص، وعم اضيف كومنت ان خلاص ان دن نفذ خالص الجزء ده اتنفذ، مش هعيد برمجته او هعيد قرايته، هكمل بعد كده عليه. طبعا ده لو انا الاكزامبل بتاعنا على اللو سكيل بتاعك اللي هو برنامج بتاع سي ان سي، حاجه عبيطه، حتى لو عدت البرنامج من اول وجديد هياخد منك قد ايه يعني؟ ساعه زياده ساعتين زياده، دي مش هتبقى معضله قوي، ولو انها ممكن تكون مشكله لبعض الناس. يعني لو مستخدم الكومنت فيتشر، اضافه الكومنتس في البرنامج ده هيسهل الموضوع شويه. انما لما بكلمك بقى على بروجكتس او السكيل بتاع البروجكتس، المشاريع الكبيره، ممكن يجي لك مشروع هتعمل سيميليشن بروجرام كبير، ومثلا معمول العقد بتاعه ب 500,000 ب 700,000، هتعمل برقم ضخم سيميليشن بروجرام لحاجه كبيره. فمن ضمن العقد لما جه كتب ان الفلوس بتبدا تتورد لك من الراجل اللي عنده المشكله دي على اي الدفعات. فجه فتره من الفترات اتعصر ايا كان السبب ما وردلكش، فانت بناء عليه خدت قرار وقفت الشغل في البرنامج بتاعك.
جه بعد كده الاداره بقى في اللي كانت الراجل بتاع الديسيشن ميكر اللي بيقول لك انا عندي مشكله وبتعملوا البرنامج ده اتغيرت وناس راحت وناس جت، هوب حد افتكر ايه ده يا جماعه، ده احنا كنا متعاقدين مع شركه تكتب لنا برنامج بيعمل لنا سيميوليشن، هو فين البرنامج ده؟ فيبداوا يعملوا كونتاكت معاك، يتصلوا بيك، ايه يا عم انت البرنامج فين؟ تقول والله برنامج وقف، كان حصل اخلال بنود العقد، بقت توريدات الفلوس ما جاتليش في الاوقات اللي انا كنت اتفقنا عليها، وبالتالي احنا وقفنا الشغل فيه. يقول لك طب يا عم انت فاضل لك فلوس قد ايه؟ فاضل لك كذا، اتفضل يا عم ادي شيك بفلوسك اهو من فضلك خلص لنا البرنامج. فهتبدا تدور في دفاترك القديمه تطلع البرنامج ده، انا مش عارف انا كنت وقفت في انهي مرحله فيه. فيبقى البروجريس دوكيومنتيشن ان احنا نوثق وصلنا لحد فين، دي حاجه مهمه جدا لانها هتوقف لك الدنيا وتعطل لك بعد كده وتخليك تعمل ورك ضخم جدا. او لو انت كان حد عندك شغال في الشركه وجي مشي وجبت حد تاني هيكمل البروجكت او مشروع بعده، طب انا عايز اعرف الراجل ده وقف لفين، هو كان بيكتب وحافظ الاكواد وفاكر هو واقف لحد فين ماشي، انما الجديد ده ما يعرفش. فان احنا نبقى عاملين ادنج للكومنتس او ضايفين كومنتس في وسط البرنامج بتاعي، ده هيفيدني في الحاله دي دلوقتي، ما عرفت ان الراجل ده وصل في البرمجه بتاعته لحد فين ابدا اكمل عليه. الوثيقة الثانية المهمة عندنا هي الأسامشن دوكيمنت، اللي انت حضرتك دلوقتي محتاج تعرف الراجل اللي هيشتغل على البرنامج ده دلوقتي ايه الأسامشنز المحطوطة، ايه الفرضيات اللي محطوطة، النتيجة اللي هتطلع من السيميليشن ديت طلعت وانا كنت فارض 1 2 3، فيبقى لازم الأسامشنز دي تكون ديكليرد معروفة لي وليا. الوثيقه الثالثه او الورقه الثالثه البروجرام دوكيومنتيشن، المقصود بيها زي مانيوال او الهلب بتاعت البرنامج، انت اي برنامج النهارده جيت في امر معين في الماتلاب نسيه، تقدر تفتح الهلب وتشوف الامر ده بيشتغل ازاي، ويعمل لك اكزامبل كمان شارح لك البرنامج ده بيشتغل ازاي، شغال على السوليد ووركس وفي فيتشر معينه او حاجه معينه ناسي بتتعمل ازاي، هفتح الهلب هقراها وهيبقى مديلك اكزامبل كمان ازاي تنفذ الموضوع ده. فيبقى في البروجرام دوكيومنتيشن انت بتعمل زي هلب او بتعمل زي مانيوال كتالوج كده، افهم الاند يوزر اللي هيتعامل مع البرنامج بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي او ايه المفروض ينفذه علشان يوصل للنتيجه في الاخر. السمرايزنج ريبورتس دي اللي مقصود بيها اللي حضرتك بتبدا في الاخر النتيجه بتاعت البرنامج اللي هتطلع على هيئه statistical report او تقرير احصائي، ببدا اخدها اعمل لها بقى ديمو، اعمل انيميشن، اعمل جراف، ارسم يعني الارقام، لو انا طلعت الداتا اللي هتطلع الميجرنج بيرفورمانس على هيئه جدول ارقام اكس بكذا واي بكذا دبليو بكذا مش مفهومه، انما لو الاكس دي رسمتها على هيئه جراف واي على هيئه جراف، ده الاكس هنا بتزيد، ده الواي ثابته ما بتتاثرش، ده الدبليو بتقل وبتقل جامد. فيبقى السمرايزنج ريبورتس المقصود بيها ان النتيجه اللي هتطلع في الاخر بتاعتي ابدا احطها على هيئه حاجه تقدر الاند يوزر او الراجل اللي انا هعرض عليه الشغل بتاعي يفهم النتيجه بتاعت السيميليشن شكلها عامل ازاي. كده بالمنظر ده كده حضرتك احنا انهينا خلاص الشابتر 3 اللي هو السيميليشن. طبعا انا في زي كويس كده يا جماعه بعته لكم على السيستم بتاع الموقع بتاع الاكاديميه، هل وصل لكم؟ وصل دكتور. طيب تمام، هو كويس بسيط كام سؤال كده تشوز، وفي مسالتين صغيرين من الشيت اللي احنا كنا المفروض نحله مع بعض، استاذنكم تحلوا الكلام دوت، ولو في اي مشكله يعني نقدر نتواصل زي ما احنا بنتواصل كده، يا اما عن طريق الجروب بتاع الواتساب، يا اما ممكن تبعت لي مسج على السيستم الاكاديميه، بس انا بفضل افضل خلونا نشتغل على جروب الواتساب لانه في الاتصال هيكون اسرع شويه. تمام تمام. اتفضل. لو الناس عندها مشكله في السيستم، السيستم مش بيخش عندي، ممكن قول لي اللي عنده مشكله يبعت لي انا على الواتساب، يعني يكلمني يقول لي انا عندي مشكله ويتواصل معايا وانا هحلها له، يعني انا هكلم لك الجماعه بتوع الام اي اس واحل لك المشكله دي، او يمكن كمان في بعديها دقايق ممكن تتحل كمان، فاللي عنده اي مشكله يتواصل معي. حاجه تانية انا معلش بس جروب الواتساب، انا هتلاقوني يا جماعه بثبت توقيتات معينه، انا طبعا انا مش 24 ساعه اونلاين عليه، فممكن احيانا حضرتك تبعت لي اتاخر شويه في الرد، ده بيبقى غصب عني ان انا مش هفتح الجروب دلوقتي او مش هبص دلوقتي، او انا شايف ان في نوتيفيكيشن بس انا مش في ظروف تسمح لي اني ابص وابدا اجاوب،
فلو كنت متاخر شويه بس هتلاقيني غالبا برد في نفس اليوم يعني ما متاخرش اكتر من كده. تمام يا شباب؟ يا ربنا يصلح ربنا معاكم ان شاء الله. ماشي يا شباب، يلا مع السلامه.